ما حصل شيء ما. And then all of the... واحنا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى بيكشف هذه الغمة وتتوقف الحرب، وان شاء الله نعود الى رأس عملنا بعد علاج اليد. الشارع القريب من مجمع ناصر الطبي أو مستشفى ناصر، وتحديدا على بالتأكيد لن يؤثر مهما كانت الضريبة والثمن. صوت الجزيرة وصوت الإعلام وصوت وائل الدحدوح لن يختفي أبدا.